خائن ديال الوطن. انا بالنسبه لي هو اللي كيخون مثلا البلاد ديالو على برا مثلا، فهمتيني، كيقول عليها شي كلام سوء خايب بزاف، فهمتيني، ورغم انه هو ديك البلاد زاد فيها وكبر فيها وهذا، ومع ذلك هو ملي كيمشي لواحد البلاد يعني اللي تيكون مجاور ولا غير ذلك، يعني كيهضر عليه بسوء، يعني هذا كنعتبره انه خائن. هو الخيانه فيها وفيها. الى رجعنا لفتره الحمايه او الاستعمار اللي تصنفوا في ضمن الخونه هما اللي كانوا كيعاونوا المستعمر الاجنبي. في الحاله اللي وقع دابا هنا صعيب نخونوا الناس، يعني صعيب انك تقول لواحد انه أخذ موقف ما او كيطالب بالتوظيف او كيطالب بتحسين وضعيته اننا نخونوه. انا بالنسبه للخائن هو من لا غيرة له على وطنه ولا يريد تحسين الاوضاع في الوطن ديالو وما بغيش لهذا الوطن يمشي لقدام، هذا هو الخائن الحقيقي. اما الانسان المطالب بحقوقه فهذا منتهى الوطنيه. مهما يكون الاغراءات، مهما يكون بزاف ديال الامور اللي يقع عليه، ولا ما يكونش مثلا ما كما كنت تقول ما خدامش ولا ما خدش داكشي اللي خدم، خصو ياخذ من الوطن، ما يخرجش الوطن، انا الوطن ديال الجميع. الخيانه ديال الوطن راه فيها الفوضانيات وفيها المس بالامن العام وحال شي مطالب غير مشروعه تيركب على الموجه ديال، المهم تيكون مسير من اجنده خارجيه وصافي. الخيانه كانت ملي كان المستعمر، الان لا اعتقد ان بقى الخيانه في المغرب او اننا ممكن نصنفوا شي مغربي انه يخون وطنه، فقط الناس يطالبون بالاشياء لتحسين اوضاعهم فقط. اما باش نخونوا الناس في وطنيتهم لا اعتقد. هذا معترف به في جميع الديمقراطيات العالميه، هو انه الانسان اللي كيطالب وكذا، يعني هذا الانسان يعتز بوطنه، هو يريد الانتماء لهذا الوطن ويريد ان يكمل مسيرته الحياتيه واليوميه في هذا الوطن، لذا يحاول ان يحسن من هذا الوضع سواء له او لجميع الناس اللي كاينين في هذا الوطن. اللي كان مثبت بالمواطنه ديالو راه ما يمكنش يخون بلاده. إلا كانت له دوافع من شي جهة معينة أو مهضوم له حقه أو شي حاجة أو شي رأي آخر، ما الله أعلم. أما بالنسبة لي أنا ما نقدرش نخون وطني ولو كان أي كان، لأن إحنا عندنا واحد الروح ديال المواطنة مثبتين بها من أب عن جد. كله عبر تاريخ البشرية لم يحدث عبر تاريخ البشرية أن شعبا ما غير وطنه. الشعوب تغير الحكام، تغير الأنظمة، ولا تغير الأوطان. يعني الوطن هو كل شيء، ولهذا صعيب في هذه المرحلة نبدأ نقولوا أن هذا لأنه خرج يطالب بحقوق نقولوا أنه خائن وهذا وطني. احنا مواطنين بحال.